الملف 27 طول اليوم كان الحكم الاخر بالنسبه لهذا الملف اللي كنت وعدته ان لا, لا لا انا ما لا ابدا ليس هناك وعدون. انا فعلا هنا في مدينه طنجه اتصلوا بي بعض العائلات وبعض الاقارب وما طلبت منهم هو الثقه في القضاء المغربي. وبطبيعه الحال قلت لهم بانني لا يمكن ان اتدخل في اي قضيه او ملف معروض على القضاء. القضاء في بلادنا مستقل على السلطه التنفيذيه. اذا كان الوزير او اي عضو في الحكومه تيدخل في المسارات القضائيه بمعنى باننا كنخرقوا الدستور وكنخرقوا واحد المبدا اساسي. لذلك فانا ما يمكنليش نعلق على واحد الحكم. كاين هناك اليات اخرى اللي كيمكن لها يلتجئ المواطن في درجه التقاضي ولكن انا لا يمكن ان اعلق على هذا الموضوع.